السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون تحلية سحور اللي كتوجد في وقت قصير وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت وبطريقة ديالها سهلة. كنتمنى انكم تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخر. خليكم معايا. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا نص لترو ديال الحليب، وعندي 3 ديال البنانات اللي صغارين هكذا. يمكن لكم نتوما تستعملوا 2 بنات كبار، انا حيت عندي صغارين من 3. وعندي هنا 10 ديال القطع ديال البسكويت ديال الشاي، وعندي هنا فلون كراميل، يعني كيبقى هذاك الاختيار ديالكم النكهه اللي بغيتوا ديال الفلون تعملوه. انا عملت هذا حيت كيجي غزال مع البنان. صافي، هادو هما المكونات. دابا غادي ندوزوا لطريقه التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي غادي ناخذ هذه الكسرونه وغادي نعمل فيها الحليب ونعمل فيها فلون ونعملو على النار، يعني يطيب وانا في نفس الوقت كنحرك حتى يبدا يغلى لي، وغادي نطفي عليه باش غادي ندوزو من موراها نطحنوا المكونات اللي عندنا. غادي ناخذ البنان وغادي نقطعو كيف ما كتشوفوا على هذه القطع صغيره، وغادي نعملو في الخلاط الكهربائي ونزيد عليه البسكوي اللي غادي نقطعو يعني قطع صغيرة، ومن موراها غنضيف عليه الفلون اللي كنت طيبت باش غادي نخلط المكونات مع بعضياتها في الخلاط الكهربائي. بعد ما خلطت المكونات دابا غادي نفرغهم في الكويسات هادو. صراحه هو الكميه كيجي كثيره، انا في الاول حطيت 4 الكيسان حيت حبلي ما غايجيش بزاف، مي جا 6 ديال الكيسان عامرين من هاد الكيسان الكبار. غادي نفرغو وغادي نخليه يبرد شويه عاد غادي ندخلو للثلاجة. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو 6 ديال الكيسان عامرين. دابا غادي نخليهم يبردوا ومن بعد غادي ندخلهم الثلاجة. خليتهم في الثلاجة وخديت هاد البنانة هادي اللي غنزوق بها، عصرت عليها شوية د الليمون باش ما تكحليش، قطعت على هاد الشكل، وغادي نزوقها بهاد الكراميل اللي كيجي معاها مع الفلون. المهم قلت لكم انا دخلته للثلاجة لانني كنت حضرته قبل يعني وقت قبل في النهار لان غادي نعملوه للسحور. وهاد البنان من بعد في الليل عاد زوقت باش نزوقو، خرجته من الثلاجه وعملت الليمون عصرته على البنان باش ما يكحلش. صافي، دابا غادي نزوق به الطبيسلات على هكذا، يعني الكيسان بحال هكذا، وغنعمل فوق منهم الكراميل. كيبقى اختياري، تقدروا تخليوها هكذا نتوما ولا تقدروا تزوقوهم فواكه جافه، يعني باش ما كان عندكم اللي متوفر عندكم يعني في الدار، سواء فواكه سواء فواكه جافه اي حاجه، اولا حتى تخليوها هكذاك بلا ما تعملوا حتى شي حاجه. صراحه هو كيجي غزال ويعني مغذي، يعني كيحتوي على البنان. البنان كيخليك تحس بالشبع، يعني ما كيجيكش الجوع. صافي، انا زوقتهم كاملين، دابا غنعمل لهم الكراميل وغنرجعهم للثلاجه. فوالا، من بعد ما خرجتهم من الثلاجه كيجي الشكل ديالهم غزال، وداك المذاق ما بين البنان والكراميل كيعطي واحد المذاق غزال بزاف. وكيف ما كتشوفوا يعني مكونات ماشي كثيره، مكونات بسيطه واللي كيوجد في وقت قصير. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم هاد التحليه اللي شاركتها معاكم.
وتجربوها وتخليو لي في التعليق كيفاش جاتكم. المهم لأول مرة كيشاهد الفيديو ديالي ما تنساش تخلي لي تعليق ديالك وتشترك في القناة وتضغط على زر الجرس للتحت باش يوصلك الجديد دائما. خليتكم على خير وبسلام عليكم.